السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيت للمزرعة، نظفت هذا الخط النباتات، هذا الخط من هذاك الرصيف إلى هنا، راح أحرثه مرة ثانية وثالثة بعد ما، وراح بإذن الله نزرع البداية البصل، وتشوفون كيف طريقة زراعة البصل. تلاحظون نظفت هذا الخط وفردته بالشوكة، وبدأت تنظفه من الحجر والأعشاب، وأصبح مثل ما تشوفون. الآن نبدأ بعمل فتحات للبصل. الآن تشوفون هذا البصل اللي زيه ما حصل، كل واحدة تسمي بالرحمن وتخلي كل واحدة فيه هذا الشكل وانت ماشي على طول. وهذا هو الثوم، راحته جدا قوية، نحاول نفرد كل واحدة لوحدها حتى ازرعها. قديما كانوا يزرعون الثوم، وللآن اللي عندهم أشجار عنب أو أشجار فواكه يزرعون الثوم حول الشجرة منعا حتى لا تصاب جذور النبات بالبكتيريا والطفيلية. هذا الثوم يقتل الأمراض والأوبئة اللي تصيب النباتات، خصوصا في منطقة. فالناس اللي عندهم خبرة في الزراعة يزرعون الثوم حول أشجارهم. فإذا كان هذه فوائده للأرض للنباتات الإنسان، في فائدة عظيمة سبحان الله، إلا أن ريحته كريهة. هذا الآن أول خط زرعناه هذا الموسم، ألا وهو البصل والثوم. يلا الله الموفق.